أبدأ بالسلام قبل أي كلام مهما كان هام. أخوتي وأحبابي بشرية جمعاء، اللي عنده صحته يحمد الله ويشكره، اللي صباح الحال ويسولك شي واحد كراك داير عمرك ما تشكي، يقول خصني هذيك ولا خصني هذيك، قول له كلمة واحدة، قول له ما حد مادام ما رانيش في السبيطار داير لي الخطوط، داير لي الكابليات، إذا فأنا في نعمة لو علمت بها الملوك لجلدتني عليها بالسيوف. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يسأل كيف حالك يا رسول الله كيقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. أي بلاء عندك في الدنيا من دون النار فهو عافية، وأي نعيم تافه من غير الجنة فهو تافه لا يساوي شيء. أنا ما رانيش مريض، ما راني عندي حتى شي حاجة، غير المصارم ديالي بغاو يفتشوا لي، غير المصارم ديالي عندي الكرشية اللي كتنتفخ بغاو يشوفوا المصارم ديالي في الداخل ديالهم، داكشي اللي كاين. ولكن كاين ناس بزاف دايرين لهم الخيوط بحال هادو وهما في حالة ميؤوس منها. أسأل الله أن يشفي الجميع، أسأل الله أن يشفي الجميع، أسأل الله أن يشفي الجميع. اللهم إني أسألك أن تشفي كل مريض على وجه الأرض، اللهم اشفي كل مريض يتألم في مرضه، اللهم كل اشفي كل إنسان. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونحن شيء ونحن أشياء فلتسعنا رحمتك، فاللهم اشفي كل مريض يتألم الآن في مرضه، اللهم ارفع الآلام عن كل متألم، اللهم إني ما سألتك شفاء الشفاء لهم إلا رحمة بهم، فما بالي برحمة ربي وأنت أولى بالرحمة. فاللهم اشفي الجميع يا رب يا رب العالمين، اللهم إني أسألك أن تشفي الجميع، اللهم إني أسألك أن تشفي الجميع، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم لا تدع أحدا يتألم في مرضه منذ اليوم من اليوم. آمين. وأنت أرحم بعبادك يا أرحم الراحمين يا رحمن الرحيم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، اللهم إني ما سألتك إلا رحمة بهم، اللهم ارحمني يا رب السماء واشفيني واجعل كل شيء على ما يرام. انا عندي غير مصار ما غادي يشوفوا لي غير العمى ديالي، يعني واحد التحليل كما نقولوا تحليل بسيط ولكن غادي نعسوني عليه، ولكن كنشوف بان كاين الناس، وسبق لي انا درت عمليه حتى انا وعارف شنو هو الالام وعارف شنو هو المرض وعارف شنو هو المصائب ديال السيطارات. فاسال الله ان يشفي الجميع، والاطباء كونوا رحماء بالمرضى، كونوا رحماء بالمرضى. انا راني هنا في بلجيكا اليوم 9 في شهر 5 2022، يعني هاد الناس المعامله ديالهم غير معامله كتعطيك واحد الاطمئنان، يعني كتساعدك في العلاج ديالك، والشافي هو الله. فكونوا رحماء. يا نوجه الخطاب لجميع الممرضين والممرضات على وجه البسيطة، وجميع الأطباء في العالم، لأن عارف مع الأسف الشديد في العالم العربي عندنا الأطباء والممرضين والممرضات، يعني ماشي كلشي ما نعماش، ولكن إلا من رحم الله وكان بك صاحبي إلى آخره. كونوا رحماء بالمريض فارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء، فأقسم بعز جلال الرحمن من لا يرحم الناس لن يرحمه رب الناس. هذه يكونوا متأكدين بها، من لا يرحم لا يرحم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، يرحموا في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. والظلم عكسه هو الظلم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فبئر معطلة وقصر مشيد. المهم راه كاين الآيات بزاف ولكن ما حفظهمش، بغيت نقولهم غلط الآيات براسهم، إلا قلتهم غلط غادي نصححهم كتابيا. وتحياتي، وهذه لا شمر اللي فيها نوريها لكم لا بأس، الشمر ديالي كاين واحد البلازما لهيها التلفازة، بصح شكون يتفرج لها؟ أنا غنخرج منها دابا، راه شي دقيقة من اللي جيت. يدي كانت مبلعة كلشي. المهم كاين الدوش هنايا، إلا بغيت دوش كاين الطواليت، كاين فين دير الحوايج ديالك، وهكذا. وتحياتي للجميع، السلام والرحمة والبركة، اللهم اشف الجميع يا رب العالمين.
تحياتي لكم من بلجيكا، السلام والرحمة والبركة.